السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ليلى ديليس. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما راكم تشوفوا عندي هنايا الكالامار وعندي السيبيا، ما بغيتش حتى نقيها باش نوليها لكم، بغيت نوليها لكم هكذا ومن بعد باش تشوفوها كي تتنقى. المهم نحتاجوا منها هذو الاكياس ولا الجيوب ولا اللي يجي فيهم اللونكر، ما نرموهمش، نحتاجوهم نخدموا بهم لي بات. فريمون يجوا ولا اروع وبنين بنين 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 هايل. المهم هنا درت زوج كيسان تاع الفرينه، سمحوا لي راني كنت مزروبه ما عنديش الوقت باش نصور كل شيء. المهم درت هنا زوج كيسان تاع الفرينه، درت حبه بيض ودرت شويه ملح، وراني نخوي فيه هذوك الجيوب من ذاك اللونك هذاك. تقدروا ما ديروش البيض، بصح انا نبغي ندير فيه البيض، يعني يعطي واحد القوام شباب للعجين تاعنا. واللي بغاو يعرفوا الفوائد والفيتامين تاع هذا الحبر هذا يروحوا لجوجل، راح تكتشفوا عليه بزاف صوالح، يعني ما شاء الله. هذا الجيب كبير، هذا تاع السيبيا، والاخرين كامل تاع الكالامار. المهم ممكن تقولوا وين صابت هذا، يعني وين لقات هذا الوصفه ولا. انا الزوج تاعي كان يخدم في البحر، وكان يقول لي دائما كي تكون الكالامار هذيك صغيره صغيره يعني بزاف، قال لي ما نشقاوش كاع نقوها، يعني نقلوها هكاك بها باللي فيها وتجي كحله. كي قال لي تجي كحله وناكلوها هكذاك، يعني عرفت بلي هذاك الحبر ما يضرش. وزدت خطره ثاني كشرينا المقارون وفي هذاك المقارون كحل، قريت في الباطه تاعو بلي مصنوع الكحل هذاك مصنوع بالحبر تاع لاسيش، قلت لازم نجربو. جربته فريمون وعجبني بزاف. من هذاك العام يعجبني المقارون، انا عندي سنين ما درتوش، مي كي عولت نديرو قلت لازم نشارك معكم الوصفه. هنا الكالامار والسيبيا كيما راكم تشوفوا، بعد ما نقيتها نقطعها، ما راحش نديرها كامل، يعني راح ندير غير نصها برك، والباقي نخليه لنهار واحد اخر، نكونجليها ونخليها. فوالا نقطعوا كامل الكميه تاع الكالامار والسيبيا اللي رانا رايحين نديروها، وسمحوا لي على يعني المقادير ما حطيتهمش، يعني ما كانش عندي الوقت باش نحطهم. هذا لا فيديو تاع السيبيا كنت صورتها نهار اللي درت لكم لي تارتولات، يعني ما كانش عندي الوقت. بعد ما طابوا لي تارتولات يعني كان وصل وقت العشاء، رحت مباشره للعشاء. هنايا سكرفشت حبه بصل صغيره وربع نيبان تاع الثوم ولا خمسه، نديرو الزيت ونحطوهم يتقلاو، نحطو معاهم الكالامار والسيبيا باش يتقلاو معاهم، ونحطو كامل التوابل. دروك نقول لكم التوابل اللي درتهم، هنا درت الكركم، كمون، فلفل كحل، العكري، واللي يبغى يدير الحار يدير الحار، الملح. درت حتى الرند برك الله اعلم، ما عنديش الجزء اللي حطيت فيه الرند والحار، باسكو قلت لكم اجزاء بزاف ما تصوروش الكاميرا، ما صورتهمش، ما عرفتش كانت يعني لا كارت ميموار كانت بلان ولا مانيش عارف عليها شيء، بعض الاجزاء ما تصوروش. فوالا هنايا من بعد ما نغطيها نخليها تتقلى، والسيبيا والكالامار يطلقوا من بعد الماء تاعهم، ما تخافوش يعني ما راحش تلصق، نخلوهم يطيبوا غير في هذاك الماء تاعهم. ومن بعد نديروا الطوماطيش، جوستومون هذا الجزء اللي درت فيه الطوماطيش ما بانش ثانيك ما تصورش. درت حبه طوماطيش متوسطه ماهيش كبيره وماهيش صغيره، ودرت نص مغرفه كبيره تاع الطوماطيش المصبره،
فوالا نحطوا لها الغطايا ونخلوها طيب غير في الماء تاعها كيما قلت لكم. ومن بعد ندير الطوماطيش والطوماطيش تاع الحب وندير طوماطيش مصبره. هنا بعد ما ريحت شويه العجينه تاعي قسمتها على اثنين، راني نحل في الجزء الاول من بعد نقطع دي بونت. درت الفرينه علاش؟ باسكو العجينه تاعي شويه يعني طلقتها في الماء، يعني لازم تكون شويه قاصحه على هكا، ما نحتاجوش الفرينه. من بعد ندير كي نقطع دي بوند نزيد نحلهم يعني في الماشينه، ومن بعد نقطعهم في الجهه العريضه ماشي في الجهه اللي نديروها في نديرو فيها الرشته. فوالا نمسحوها مليح من هذيك الفرينه، يعني نرفضوها مليح ونحطوها هنايا في الماء بعد ما يكون غلى، يعني الماء والملح بعد ما يغلي نرمو لي بات تاوعنا 3 دقائق ونصفوهم، يعني ما نخلوهمش يطيبوا اكثر من هكا. انا ما كنتش نرمي فيهم كاع مره واحده، رميت شويه طاب وعاود صفيته ونحيته وزدت رميت الجزء الاخر، خاطر ما نجي نكمل العجينه الاخرى يكون هذاك ديجا طاب ما نقدرش نرمي عليه. فوالا بعد ما يطيب هذا نزيد نروح للعجينه الاخرى نفتحها ثانيك ونزيد نطيبها، وبهذا نكون كملت 3 دقائق يطيب، يعني با بليس كو سا. على حساب السمك تاع العجينه، اذا كانت رقيقه 3 دقائق، اذا كانت شويه خشينه 5 دقائق. فوالا هنايا يعني بعد ما طابوا نصفيهم، ديروا لهم شويه زيت زيتون ولا زبده كيما تبغوا نتوما، انايا درت لهم غير شويه زبده ماشي بزاف، باسكو من بعد رايحه نزيد نحط عليهم زيت زيتون. هذوما لي بات تاعنا من بعد ما يطيبوا كما راكم تشوفوا، صدقوني اقسم بالله غير بنان بنان، روعه روعه، مام كي يكونوا يطيبوا الريحه تاعهم هايله. تقدروا كي يطيبوا يعني ترموهم مباشره في هذاك لاصوص مع السيبيا وكل شيء، ما يطلقوش الكحوله، تبقى طوماطيش حمراء ما راحش يطلقوا اللون الكحل. برك انا بغيت نقدمهم بهذه الطريقه هذه، باه يعني كي شغل كيما يقول لك العين تاكل قبل الفم، سورتو اللي ماشي معرفين ياكلوا لي بات كحلين، ممكن الا خلطت من بعد ما يجيهمش الحال ما يعجبهمش الحال. الوغ حطيتهم بهذا الشكل هذا، نحطوا الكالامار تاعنا تقدروا تخلوا المرقه في الكالامار تاعكم، انا ما نبغيش فيه المرقه بزاف، يعني نبغيها كيما راهي هكا، يعني دي شويه ناشفه ما ديش. فوالا هذه هي بغيت نقدمهم على هذا الشكل هذا. ومن بعد تحطوا لهم ورق تاع المعدنوس مع النوس ولا قصبر، يعني اللي يبغي القصبر يدير القصبر. نزيد نحط عليه شويه زيت زيتون، فريمون بنا ولا اروع. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، خاصه اللي عندهم خاوتهم ولا ازواجهم يخدموا في البحر، ما تزيدوش ترموا هذوك الاكياس، صدقوني روعه. المهم ان شاء الله تجربوهم، وبهذا نقول لكم خاوتي خواتاتي نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله مع وصفه جديده. وهذو هما المقارون تاعنا بعد ما حطيت العشاء، هذا هو اللي تبقى، وراني نوري لكم فيه يعني كيفاش القوام تاعو يجي ما شاء الله، يعني كما المقارون اللي يتباع في لي ماغازان. فوالا احسن حاجه تاع الدار احسن من اللي تتباع. قولكم بقاو على خير خوتي خواتاتي، تهلاو في رواحكم، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله مع وصفة جديدة. مع السلامة.